لازم تسأل نفسك ليه الفرحة كبيرة بالفوز بتاع امبارح، على الرغم انه ده المفترض يبقى الطبيعي ودايما المتوقع، لكن لما تقول انه الدوافع عند الغريم او المنافس التقليدي قبل المباراة اكبر بكتير منك، وما تقول كمان انك بتخوض اللقاء ده في توقيت صعب وتوقيت مهم وفي ظل الغيابات والاصابات والايقافات اللي وصلت تقريبا انه السكواد الاساسي اللي ابتدى بيه الاهلي موسم في بدايته تقريبا مش موجود، ممكن ده يزود من حجم القلق والتوتر عندك شويه. فلما يبقى النتيجه 3-0 3 مع الرأفه، اعتقد ده يمكن يفسر لحضراتكم ليه جمهور النادي الاهلي فرحان زياده شويه. هنسمع راي واحد من كبار نجوم النادي الاهلي، ضيفنا النهارده في السادسه كابتن خالد جدالله، بيشرفنا رأيه في امبارح أداء الأهلي، ورأيه في حقيقة كمان محتاج أسمع رأي كابتن خالد جدا في مارسيل كولر اللي يوم بعد التاني وخطوة بعد التانية بيثبت الحقيقة أن واحدة من أهم صفقات النادي الأهلي، تفوق على جيزوالدو فيريرا اللي بيطلق عليه طبعا بروفيسور أو البروفيسور في جولتين ما فرقش بينهم يمكن أكتر من شهرين ثلاثة، وأعتقد قدم عرض كويس جدا امبارح. خلينا بداية طبعا نرحب بكابتن خالد نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد وتحياتي ليك. عموما كده لو حطينا عنوان لماتش امبارح كابتن خالد يختار ايه عشان يكون العنوان الرئيسي؟ النادي الاهلي الاكفأ والاحسن والاقدر بالفوز، فاز بنتيجه 3-0 كان ممكن يضاعفها كمان. طيب خليني قبل ما اشوف قصه مضاعفه النتيجه دي، لانه كان كابتن خالد عنده طموح ان النتيجه تبقى اكبر من كده وكل اهلاويه طبعا يتمنوا، لكن خليني اشوف دايما المقدمات. يعني هل في ظل المقدمات اللي كانت بتسبق المباراه دي اللي اتقال على اسماء كتير جدا غايبه سواء بسبب عدم الجاهزيه الفنيه او بسبب الاصابه او بسبب الايقاف، ده ما كانش يخليك تغير حساباتك او تبص المباراه بشكل مختلف؟ لانه بالتاكيد كولر بص لها كده كابتن خالد. لا طبعا، يعني لو قبل الماتش الحسابات كانت ممكن تبقى شويه مقلقه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي واي حد بيشجع النادي الاهلي، نظرا للغيابات الكتيره الاصابات الكتيره غياب بعض اللعيبه نتيجه الايقاف، ولكن ده بيدينا مدلول لازم نقف عنده. فانيله النادي الاهلي تقيله، فانيله اللي بيلبس فانيله النادي الاهلي بتديله تقل، بتديله ثقه. اي حد بقى أي مكان طالما موجود فانيلة النادي الأهلي بتزود أي لعيب كورة يلبسها من 40 ل 50% فوق مستواه، وده اللي احنا شفناه امبارح في ظل الغيابات. وما تأثرناش، ما حسيناش ان الفرقة ناقصها حد، وفعلا على مدار الأجيال هو ده التاريخ بيقول كده. أي حد كان بيلبس فانيلة النادي الأهلي زي ما بقولك هي بتدي لأي لعيب هيلبسها تقل بنسبة 40-50% تخليه يتفوق على أي منافس بيلعب قدامه. امبارح سيناريو المباراة ومقدماتها خلاني أبتدي حلقة النهاردة وأقول إنه ده الاختبار الأصعب لمارسيل كولر من أول ما تولى المسؤولية. صحيح هو قابل الزمالك في مباراة الفرصة الوحيدة مكسبها، يعني تتويج ببطولة خسارتها يعني فقدان أول لقب. صحيح هو لعب في أفريقيا ذهابا وعودة وكان مباراة صعبة مع فريق صعب، لكن بشوف انه ماتش امبارح ده هو الاختبار الاصعب اللي نجح فيه مارسيل كولر. كابتن خالد يتفق معايا ولا ممكن يكون ليه وجهه نظر ثانيه؟ اتفق معاك، لان هو بالنسبه له بالنسبه لاي مدير فني النتائج الكويسه والمكسب دي بتدي له ثقه، بتدي له مصداقيه قدام جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي، جماهير كبيره جدا، فالمكسب بيجيب مكسب. هو الحمد لله من اول ما ابتدى السنه دي الفرقه بشكل مختلف سواء من ناحيه الاداء ومن ناحيه النتائج ومن ناحيه البطولات. خدنا بطوله السوبر دي كانت افتتاحيه كويسه جدا، ادت اللعيبه ثقه وادت الجهاز الفني ثقه كبيره. مكسب امبارح هيدي برضو ثقه كبيره جدا على اساس ان انت بتلعب المنافس التقليدي ليك اسما وليس اداء. يعني المنافس التقليدي ليك اسما وليس مستوى واداء. هو مش منافس لينا خالص احنا. اللي يمكن انا في حلقات قبل كده لما كنت بطلع معاك بقول ان دايما النادي الاهلي على مستوى البطوله المحليه الدوري لا هو سابق بكتير جدا، يعني بمسافات كبيره جدا عن اي فريق. انا امبارح زي ما كنت بتكلم معاك قبل ما نطلع كان ممكن فرصة كبيرة جدا ان احنا مش نضاعف النتيجة، كنا نعمل هيفي سكور يعني ريكورد كبير جدا
على حسب امكانيات لعيبتنا ومستواها. هم لما بيكونوا في مستواهم وبيأدوا بالاداء اللي احنا عارفينه عنهم، لا يقدروا كنا امبارح نجيب جوان اكتر من كده بكتير. التحول اللي حصل، يعني كل الناس اتفقت على انه الشوط الاول في مباراه امبارح مختلف تماما على الشوط الثاني. التحول ده سببه ايه، وازاي نجح مارسيل كولر في انه يتفوق على فيريرا ويعمل سكور تقيل نسبيا؟ يعني حل لو حطينا بين قوسين كده مع الرقفه، صحيح كان ممكن يزيد، لكن انك انت تجيب ثلاثه في الزمالك في شوط واحد لا يحسب لمستر مارسيل كولر. ازاي قدر يعمل التحول ده بين الشوطين؟ لان بدايه الماتش بالنسبه لنا كانت يمكن الدوافع عندنا كانت قبل بدايه المباراه انك لا اما تكسب عشان تزود فارق النقاط بينك وبين المنافس التقليدي لثمان نقاط، او ان انت يطلع المباراه تعادل فتحافظ على الخمس نقاط اللي هم الفرق. ولكن بعد مرور ال 45 دقيقه الاولى وضح ان في فرق في المستوى كبير جدا. من هنا جه بقى بين الشوطين، ودي بقى يعني شغله المدير الفني. هو واقف بيتفرج، مش بيتفرج على فرقته بس، بيتفرج على الفرقه اللي قدامه المنافسة. كمان اكيد فشاف ان الفرقه المنافسه بعيده جدا، نقدر لو دوسنا هندوس عليهم جامد جدا. وهنا جه التحول من خلال الشوط الثاني. مين نجم المباراه من وجهه نظرك كده؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي طبعا. حمدي بتحركاته يعني نجم المباراه بالنسبه لي، لان انت لو تشوف الاهداف بتاعه النادي الاهلي اللي جت، طبعا كان في فجوه كبيره جدا، بالذات لما فيريرا لعب محمد عبد الغني باك رايت، كان في فجوه كبيره جدا بين عبد الغني والمساك اللي في النص، يعني شارع. الشارع ده طبعا بلقم كروي وفكر تكتيكي على اعلى مستوى من حمدي فتحي، قدر ان هو يتحرك في المسافه دي، لان محمد عبد الغني كان المفروض في معظم الاحوال يضم لجوه. يعني كان احمد عبد القادر واخده على الخط واقف، حتى كنا بنشوف ان احمد ما بيخش جوه خالص. واقف على الخط، وطبعا محمد عبد الغني من السردبه، يعني من اللعيبه الطيبين شويه بالنسبه لي يعني، فواقف معاه، ففي شارع ما بينه وبين السردبه. حمدي فتحي قدر ان هو يخترق الثغره دي في الكورتين. في الثلاث لقطات اللي سجل فيهم النادي الاهلي، حمدي فتحي كان موجود في منطقه او مناطق الخطوره زي ما بنسميها، وكان سبب في اسيست الكهرباء، وكان سبب في اسيست شريف، وكان سبب في الكره الاخيره اللي احرز منها شريف، كان يعتبر سامي اسيست لان هو اللي صلح لمعلول اللي لعبها عرضيه عشان يجيب دي. اكيد طبعا مش اجتهاد حمدي فتحي، يعني الادوار دي او التوظيف حمدي بالطريقه دي، وحمدي ومن قبله ديانج ومن قبله السولية، واضح انه مستر كولر تعليماته او رسمته لادوار اللي بيقوم بيها لعيبه خط نص الملعب مختلفه شويه عن اللي احنا اتعودنا عليه في المواسم اللي فاتت. هو مختلف في حته واحده، دايما النادي الاهلي فيه اتنين ديفندرين في وسط الملعب بيلعبوا، سواء كان بقى اليو ديانج وعمرو السولية، اليو ديانج وحمدي فتحي. حمدي فتحي وعمرو السولية. الحاجه الجديده اللي هو حطها ان ازاي واحد يثبت في مكانه في نص الملعب، والتاني يبقى عنده حريه التحرك في الناحيه الهجوميه، لان دايما بيجي مش مراقب، بالذات لما يكون المدير الفني بتاع الفرقه اللي انت بتلعب قدامها مش واخد باله من القصه دي. يعني طول يعني مثلا امبارح لو حمدي فتحي بيتقدم في الحته دي، لو فيريرا كان شايف وقاري الماتش بشكل كويس كان ممكن يوقف الحته دي او يقفل الثغره دي، وهي كانت بحاجه بسيطه جدا ان محمد عبد الغني يضم جوه شويه ما يبقاش فاتح على الخط. انما هو ده الفرق بين مدير فني ومدير فني. طالما اي ماتش بيبقى فيه شده اعصاب وبتلعب ومباراه ما بينك وما بين المنافس، مهم قوي ان المدير الفني يبقى مدرك وباعد نفسه عن كل الضغط العصبي دون، بحيث ان هو يقدر يتفرج كويس ويقدر يحرك لعيبته كويس. واحدة من أكبر وأكثر علامات الاستفهام اللي كان بيسألها تقريبا كل جمهور نادي الأهلي، وكانت يمكن مصدر القلق الأكبر في فكرة التشكيل، هو خط الدفاع اللي غاب عنه منعم ومتولي وياسر إبراهيم، والثلاثة دول هم اللي كانوا بيلعبوا تقريبا بشكل أساسي في من بداية الموسم لغاية لما حصلت الحمد لله طبعا على كل شيء إصابة ياسر وإصابة منعم، ثم إيقاف متولي في مباراة الدوري الأخيرة. السؤال هنا، إزاي شفت دويتو بيظهر لأول مرة جنب بعض رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح؟ وهل ده كان السيناريو الأفضل؟ لأن أنا سمعت
اكتر من 4 أو 5 سيناريوهات مختلفه، ناس قالت لك ربيعه ومغربي، وناس قالت لك ربيعه وهاني، وناس قالت ربيعه وحمدي، ممكن حمدي وحمدي لعبها يمكن قبل كده، لكن ما حدش خالص كان يراهن على ثنائيه رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح في مباراه ديربي، في مباراه زمالك مش مباراه عاديه. لا هو ده يعني من وجهه نظري احسن سيناريو، احسن اختيار. اه طبعا أي. وبعدين برضو بالنسبه لخالد عبد الفتاح ده برضو من اللعيبه اللي واضح ان هو عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا، وعنده ثقه في امكانياته. ايوه لان ان تجيب لعيب اول مره يلعب مباريات اهلي وزمالك ولسه منضم حديثا للنادي ويلعب في هذا المكان بنفس التقل اللي انا شفته فيه وبنفس التفاهم بينه وبين رامي ربيعه، ده يدل ان هو لعيب تقيل. وجهه نظر طبعا كويسه جدا من مستر كولر، وده انا يعني كنت اتمنى من قبل الماتش من الصبح اللي كان قلقني الحته دي. أيوة. وكنت اتمنى ان انا اشوف خالد جنب رامي ربيع. والحمد لله ان ربنا وفقه. هو معلومه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش انه خالد عبد الفتاح اساسا مساك وبيلعب باك رايت. هو ابتدى يلعب موسم اللي فات ده، ابتدى يتوظف كباك رايت، لكن هو راح لكولر واتكلم معاه والراجل ان هو يلعب في الحته دي، والراجل جربه في التقسيمه، ومن هنا كان قرار مستر كولر انه يراهن على خالد عبد الفتاح. في لعيبه وانا كنت بقول انه يعني من الحاجات اللي الواحد كان وهو بيجوجل كده اسمه مارسيل كولر هي قدرته على تطوير الاداء الفردي لبعض اللعيبه. وفي لعيبه ابتدينا نحس في الفتره الاخيره انه حتى رغم غيابات لعيبه مؤثره، يعني ما حدش ينكر مثلا انه اكرم توفيق في الحته دي كان لعيب مهم جدا والناس بتطمن لوجوده في سكواد النادي الاهلي. كريم فؤاد والشكل اللي ظهر عليه في بدايه الموسم اعتقد برضو واحده من الحاجات اللي اتحسبت لمستر كولر، تطوير اداء كريم فؤاد. فتحي لسه بنتكلم عليه والادوار بتاعته. هاني، انا عايز ابدا بهاني لانه هاني خد فترات انتقاد لاوقات طويله جدا واتحط عليه ضغط نفسي وعصبي انا مدرك تماما انه صعب على اي حد ان هو يتحمله. ورغم كده والكلام مش على ماتش الزمالك بس يا كابتن خالد، كلام على سلسله ماتشات من اول ما هاني خد الفرصه بتاعه واستعاد الفرصه مره ثانيه، لقينا هاني بيرجع لنا بالشكل اللي احنا كنا شايفينه في افضل حالاته. شايف دور هاني ازاي وشايف دور كولر مع هاني ازاي؟ لا دور مستر كولر مع هاني ومع كل لعيب. أيوة. نجاح اي مدير فني، انا هقف مع كذا لعيب بس انا عايز ابتدي نجاح بهاني. اي أيوة. مدير فني ازاي يطور المستوى الفردي بالنسبه للاعب ويثقله ويطوره بشكل كويس جدا، لان وده هينطبع على الاداء الجماعي. طب خليني احط السؤال بشكل تاني، اتفضل. مين اكتر لعيبه حسيت انه مستر كولر ساهم في تطوير مستواهم في الفتره الاخيره؟ لا تقريبا معظم اللعيب الحمد اللعيب. لله شكلهم بيأدوا بشكل كويس على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. بالنسبة لمحمد هاني، هاني جه في وقت زي ما انت قلت الضغوط كانت عليه كبيرة جدا، حجم الانتقادات كانت كتيرة جدا عليه، الحمد لله ان هو تخطى المرحلة دي. ومحمد هاني من اللعيبة اللي امكانياتها كويسة وعنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في امكانياته، يقدر ان هو يرجع بسرعة، الحمد لله شفناه امبارح بشكل كويس جدا حتى من الماتشات اللي قبل كده. ولكن نجاح مستر كولر ان هو ادى يعني بشغله من خلال وحدات تدريبيه وشغله من خلال التدريبات، قدر ان هو يرفع المستوى الفردي والجماعي بالنسبه للاعبين. الصداع اللي كان في راس جماهير النادي الاهلي وما زال، يعني عشان ما حدش بس يحسبها عليا، وما زال وانا معاكم الحقيقه، هو قصه المحترف الاجنبي او المهاجم الاجنبي الجديد. ولكن في المباراتين الاخيرتين شفنا الاهلي بيصنع خطوره مستمره، بيسجل 6 أهداف في مباراة سموحة في قبل نهائي الكاس ومباراة الزمالك، خصمين في مناسبتين صعبين، كل طرف فيهم عنده من الدوافع يعني انه يلعب جيم كبير، سواء سموحة عنده رغبة في انه يتأهل بالتأكيد للنهائي، والزمالك المتأخر عنك في الترتيب وفي فرق النقاط اللي عايز يعوض ويحاول يستعيد توازنه مرة تانية. ورغم كده الأهلي لعب وسجل 6 أهداف. واحد كهربا، ازاي شفت كهربا في سموحة وكهربا في ماتش الزمالك؟ وهل شايف انه كهربا قدر يملى الفراغ اللي يمكن كان موجود تهديفيا، يعني تهديفيا بين قوسين كده، في خط هجوم النادي الاهلي في الفترات الاخيره؟ طبعا عوده كهربا عوده حميده جدا جدا جدا، ومتهيألي يعني معظم الناس ما كانتش تتوقع ان هو هيرجع بالمستوى الرائع ده او بالشكل ده. نجح في مباراه سموحه ونجح في مباراه امبارح وادى بشكل كويس جدا. كهربا لعيب دولي ولعيب امكانياته عاليه جدا الهجوميه،
مكسب ان هو رجع، والمكسب الثاني اللي محدش اتكلم عليه ان خلى ظهوره بالمستوى ده خلى محمد شريف يرجع. لان التنافس لما يكون ما بين اللعيبه بينها وبين بعض، يعني مثلا في حته المساكين انت قلت اتكلمنا على خالد، واتكلمنا على رامي ربيعه، مظبوط، واتكلمنا على محمد عبد المنعم غيابه، ومحمود متولي وياسر. انت كده بقى عندك خمس مساكين كلهم هيخلوا التنافس ما بينهم تنافس شريف، هيخلي ارتفاع مستوى كل واحد فيهم بشكل كويس جدا، وده هيبقى يرجع مكسبه على الفرقه. نفس الكلام عوده كهربا، العودة الحميدة دي حط رجله بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت شد محمد شريف معاه. محمد شريف شفناه امبارح غير قبل كده، يعني سيبك ان هو جاب جونين، ولكن الإصرار وان هو بيسعى ان هو يعمل حاجة كويسة وان هو يجيب جوان وان هو يتحرك كتير، ده بسبب برضو ان لقى كهربا مستواه متميز وراجع بشكل كويس. فدايما فرقة النادي الأهلي اللعيبة كل ما يكون في تنافس ما بينهم وبين بعض فأكتر من مكان، هتلاقي المستوى بتاع اللعيبه دي بيرتفع. نتكلم على كريستو، ناس استنت امبارح وخصوصا مع انه المباراه بانت تقريبا ان نتيجتها رايحه للنادي الاهلي وسكور صعب على الزمالك انه يعوضه، وراجل كان اداله في ماتش سموحه وكان مهم جدا بالنسبه للجمهور. يعني في ناس شايفه انه احنا بنحضر كمان من يعني واحد من اهدافنا واحنا بنلعب الماتشات دول سموحه الزمالك وبعدهم اللي فاضل البنك الاهلي، انك انت تحضر كمان الفرقه وتزود من الانسجام بالنسبه للعيبه الجديده اللي داخله الجديده، مروان عطيه، خالد عبد الفتاح، محمد ضاوي، كريستو، قبل ما تروح تلعب بيهم في كاس العالم. تفتكر عدم مشاركه كريستو امبارح ومشاركه طاهر، هل وراها رساله معينه؟ هل وراها هدف معين من مستر كولر؟ طبعا هو عايز يرجع طاهر برضو، لان طاهر من اللاعبين برضو اللي كانوا من اللعيبه الاساسيين تقدر تعتمد عليهم في المرحله اللي جايه. يعني طاهر دايما كان معودنا انه بيلعب لعبه، وهو التغييرات بتاعت امبارح حسب متطلبات الماتش، المباراه نفسها. يعني فممكن كان هو في دماغه ممكن يلعب كريستو وبعدين لحاجه معينه شاف ان طاهر يبقى احسن. انت شفت كريستو في ماتش؟ شفته في كورتين ثلاثه بيمشي بالكوره، في 15 دقيقه دول شكله كويس. شكله كويس ليه؟ لان دايما لعيب الكوره لما بيبقى قدامه مساحات فاضيه ويبقى عنده ثقه في نفسه ويقدر ان هو يعمل دريبل بالكوره وهو سريع، وعنده الحته دي بشكل كويس جدا، ودي حته مهمه جدا 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 بالنسبه لاي لعيب كوره. فانا شايف هو سنه صغير ولكن عنده امكانيات كويسه، طالما عنده السرعه وطالما عنده الدريبل بالكوره كويس والاختراق بشكل كويس، كتر اللعب واشتراكه في الماتشات هيديله شكل كويس لما ياخد كمان ثقه في نفسه وسط اشتراكه في وسط فرقه النادي الاهلي. مكاسب الاهلي اجمالا من بعيدا عن الثلاثه بونت، يعني مكاسب الاهلي من ماتش امبارح ايه يا كابتن خالد؟ لا كتير في التوقيت ده. اول حاجه انت يعني يمكن بعدت عن المنافس التقليدي بتاعك بثمان نقاط، بس انا هنا عايز اشير لنقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا اللي هينافسنا السنه دي مش الزمالك. ايه؟ فيوتشر وبيراميدز. لان هم اللي يعني دي نقطه. تقلق يا كابتن خالد؟ اصل انا طبعا انا كنت بقول في 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 يعني فرقتين عندهم سكواد محترم بيلعبوا كره على اعلى مستوى وعندهم لعيبه كويسين جدا جدا بصراحه. في مجموعه لعيبه، وقلت انا يمكن كمان اخص بالذكر فيوتشر اكتر شويه من بيراميدز، في حاله انضباط كده يمكن مساعداهم شويه، لكن حسيت انه يعني كنت بقول لسه في نفس الحلقه النهارده انه قدرتهم على النفس الطويل وان هم يفضلوا لاخر مشوار الدوري وهو مشوار طويل من غير ظهير جماهيري، اعتقد انه هتخلي الزمالك يبقى اقرب للمركز الثاني او للمنافسه مع الاهلي. دي كانت وجهه نظر. بس انا يعني وجهه نظري انا، لا احنا مش هينافسنا الزمالك السنه دي خالص. لا احنا المنافس الاولاني لينا فيوتشر وبيراميدز الاثنين. ليه بقى؟ لان منافسه ولا مطارده؟ لا مطارده. أيه. لا مش منافسه، مطارده. يعني انت دلوقتي لو جدول الترتيب دلوقتي الاهلي الاول، الاهلي فيوتشر بيراميدز زمالك أيه. مهم جدا. ليه بقى المنافسه او المطارده؟ هتخلص توقعك انها هتخلص باذن الله ان شاء الله باذن الله؟ لا ليه باذن الله هتخلص بنفس الترتيب ده؟ يعني ممكن بيراميدز يجي قبل فيوتشر، ممكن بيراميدز يعني يجي قبل فيوتشر. هو المنافسه هتبقى اهلي فيوتشر بيراميدز بالظبط على المركز الاول طبعا. ده النادي الاهلي إن شاء الله. باذن الله. وبعدين على المركز الثاني بيراميدز وفيوتشر. طيب زادت اهميه ماتش البنك الاهلي، يعني احنا نتكلم على التجربه الاخيره قبل ما تسافر بقى تلعب بطوله كاس العالم، وبالتالي
هي فرصة يجب استغلالها كأفضل ما يكون. نمرة واحد طبعا تأمين الثلاث نقاط، لأنك يهمك تسافر أو تبعد، لأن إحنا شهر اتنين كله بطولات دولية، يعني شهر اتنين أغلبه هيبقى إن شاء الله بداية كأس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله بطولة أفريقيا إن شاء الله بإذن الله نوصل لمباراة ريال مدريد نمرة واحد إن شاء الله نوصل لمباراة، يعني هدف جماهير الأهلي إن إحنا نلعب ريال مدريد في البطولة. وبعد كده إن شاء الله من ربنا يكرمنا، محدش عارف، كل شيء وارد، كل شيء جاهز، ممكن نكسب الريال كمان. لكن في النهايه هيبقى الجزء الاول رايح لكاس العالم، ومن بعده تبتدي مشوار دور المجموعات في بطوله افريقيا. فيهمك انك انت تقفل الملف الدولي وانت محافظ على فرق النقاط، لكن كمان بيتهيالي يهم جمهور النادي الاهلي ان هم يطمنوا الجهاز الفني، يشرك اكبر. انت هيبقى عندك عوده بعض الاسماء، وارد جدا انها تبقى جاهزه للمشاركه في المباراه، تدفع بيها ولا تامنها وتطمن عليها وتريحها لغايه مشوار كاس العالم، ولا تديها حساسيه ماتشات؟ اسئله كتيره جدا مرتبطه بسيناريو البنك الاهلي. ماتش البنك الاهلي مهم جدا، ان طبعا نقفل صفحه المنافس التقليدي اللي كسبناه، ونبتدي ماتش جديد باهداف جديده بثلاث نقاط مهمين جدا لازم النادي الاهلي ناخدهم. طب انا اسف هقف مع النقطه دي عشان ادي حضرتك الفرصه فيها كامله. بس يبدو انه سيناريو حضرتك ما حصلش، لانه دلوقتي المقاولين كسب فرقه الداخليه 2-1، وبالتالي المقاولين بقى المركز الرابع كمان، والزمالك تراجع على المركز الخامس. فالترتيب دلوقتي بس المقاولين نفس عدد الماتشات، لا زياده ماتش. المقاولين زياده ماتش، المقاولين زياده ماتش، تاكدوا لي بس من النقطه دي. اكيد. لكن هو الترتيب بصرف النظر عن لاعب قد ايه، اوكي، احنا بنتكلم على انه الاهلي، فيوتشر، بيراميدز، المقاولين، الزمالك. اوكي، ده الترتيب حالي تمام. بس انا متهيألي المقاولين مش هي دي القصه. لا، اللي انا قلته ايه، المنافسين اللي هيطاردوا النادي الاهلي، فيوتشر وبيراميدز. خد بالك انه الزمالك ما كسبش ولا ماتش في 2023. يعني من اول ما ابتدت 2023 ست سبع ماتشات متهيألي، خمس ماتشات، خمس ماتشات. تمام. طيب اتغلب من بيراميدز، يعني بقى الخامس، يعني الزمالك بقى الخامس. يعني في ثلاث ماتشات خسرهم الزمالك مبدئيا في من غير ما الاهلي وبيراميدز واسوان خساره. ايوه. وتعادل مع الداخليه، وماتش كمان اتعادل مع مين؟ الاتحاد. مظبوط، اتحاد سكندري. بالظبط. هو ما حققش ولا فوز في يناير. ايوه. بس السيناريو اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو اول ثلاث فرق. احنا فيوتشر وبيراميدز. ما انا اللي تحت بقى دول هيخبطوا. الزمالك رابع، انا بقول لك بس الزمالك خامس. ما هو لو المقاولين زياده ماتش. المقاولين زياده ماتش، نتاكد بس في الاعداد هم هيقولوا لك، لان هو الزمالك لعب امبارح. الزمالك ليه المحله لسه. بالظبط كده. لسه المحله. يعني احنا مش هنحسب للمركز الرابع ولا الخامس، احنا ما لناش دعوه. فمهم قوي ماتش البنك الاهلي اللي جاي، لان البنك الاهلي كمان بيمر بظروف صعبه جدا، يعني من خساير وتغيير اجهزه، ويعني الدنيا ملخبطه بشكل كبير جدا. فمهم جدا ان احنا نقفل صفحه اللي فات ونبص للماتش ده، عشان باذن الله ربنا يكرمنا ناخد ثلاث نقاط، يبقى المكسب بيجيب مكسب، نقدر نروح كاس العالم للانديه والمباريات الدوليه اللي احنا داخلين عليها بانتصارات. ماتش امبارح او تألق اسماء كتير في مباراه الزمالك، وهي مباراه صعبه، بيحط قدام الجهاز الفني علامه استفهام كبيره جدا. هتقعد مين وتشارك مين؟ تحافظ على مين؟ وممكن لا قدر الله تخسر مين؟ لانه في النهايه انت بتتكلم على اسماء مهمه جدا، يعني ان شاء الله. بتكلم مش بس على ماتش البنك الاهلي، البنك الاهلي هيبقى الجهاز الفني مرتاح شويه، يعني بياخد قراره باشراك اسماء معينه واستبعاد تانيين بشكل اكتر اريحيه. لكن في النهايه العين على كاس العالم، مين يلعب ومين يقعد؟ القصه هتبقى صعبه جدا، لان كل الحقيقه اللعيبه تقدر تقول انه سكواد الاهلي النهارده كله توب فور. بالنسبه يعني لماتش اللي جاي بتاع البنك الاهلي، يعني من وجهه نظري انا اللي كسبت بيه العب بيه. ده بالنسبه لكاس العالم الانديه، ممكن هنا الحسابات تختلف شويه. ان باذن الله الناس اللي كانت بعيده ورجعت، اللي عندها خبره يمكن اكتر شويه، لا احنا محتاجين لعيبه عندها خبره وتكون فت في نفس الوقت بالنسبه لكاس العالم الانديه. ولكن بالنسبه لمباراه البنك الاهلي، انا شايف ان اللي كسبنا بيه ماتش، اللي نهينا بيه ماتش الزمالك، يلعب بيه يبتدي بيه ماتش البنك الاهلي. ايه التوقعات بالنسبه يعني شايف ازاي مشوار الاهلي في كاس العالم كابتن خالد؟ احنا عندنا بدايه اوكلاند، لو ان شاء الله تجاوزناه هيكون ده الاسبوع اللي جاي على طول يوم 1 فبراير، ثم لو تجاوزنا اوكلاند هيكون عندنا سياتل ساوندرز، وافد جديد من الدوري الامريكي.
واذا تجاوزنا سياتل ساوندرز ان شاء الله ماتشين شايفهم انا في يعني ان شاء في الله المتناول. في المتناول باذن الله، بإذن الله. مستاهلين، مستاهلين خالص. يعني اوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز مش هيكونوا منافس سهل، لكن شايف ان احنا لو في يعني قمه تركيزنا ومحضرين كويس ومذاكرين كويس وشغالين كويس نقدر نتجاوز العقبتين دول، ثم طبعا مواجهه الريال. شايف المشوار وفرص الاهلي في كاس العالم لغايه لما نوصل محطه ريال مدريد ازاي؟ والله انا شايف ان فرص كويسه، وباذن الله نقدر ان احنا نتخطى الماتشين دول، ولكن لازم رتم اللعب، ننسى رتم اللعب اللي بنلعب بيه في ماتشات الدوري. ايوه السرعه، من ناحيه السرعه مش التسرع، رتم الجري، رتم الجري ورتم التحرك ورتم التصرف في الكوره لازم يبقى اسرع من كده بكتير، لان انت هتواجه ناس بتلعب لعب سريع، سريع. مش بالريتم بتاع الدوري اللي احنا مش عايزين اللعيبه بتاعتنا تتعود عليه، لازم ينتقلوا من الريتم ده للريتم السريع اللي هو الريتم ده بيفرضه ايه يا كابتن خالد؟ بيفرضه اللعيب ولا يعني ولا انت مثلا الشوط الاولاني في الماتش امبارح أيوة. لو جبته تاني وقعدت تتفرج عليه اتفرج، سيبك من الكور، شوف اللعيبه جريت قد ايه ورتم الجري قد ايه ورتم السرعه قد ايه، مش هتلاقي حاجه خالص. يعني هتلاقي الدنيا كلها ترط ماشيه، ترط باص في الترط في ده مش هينفع في الماتشات بتاعه كاس العالم. احنا فنيا اعلى من اوكلاند سيتي كامكانيات لعيبه على المستوى الفردي والجماعي، انما انا لازم الريتم بتاعنا يبقى اسرع من كده، لان احنا هنلاعب ناس متعوده على الريتم السريع من ناحيه التحرك ورتم. ولما بتكلم انا على الريتم السريع مش شرط الجري، لا، سرعه التصرف، سرعه التحرك، سرعه الجري، كل الكلام ده مهم قوي، نواكب السرعه اللي احنا هنلاعب قدامها. لو واكبناها احنا امكانياتنا الفنيه اعلى بكتير، بالذات في الماتشين اللي انت قلت عليهم، اوكلاند سيتي والماتش التاني. وباذن الله نقدر نوصل للمحطه بتاعه ريال مدريد ونقدر نادي بشكل كويس كمان. عشان الفوز المتتالي، وانا متفق مع حضرتك انه الفوارق اللي هي موجوده في المسابقات المحليه تختلف تماما على مستويات الكره اللي هنقابلها في كاس العالم وفي افريقيا. شايف ايه الحاجات اللي ممكن تكون ناقصه كره النادي الاهلي؟ شايف الحاجات اللي ممكن يشتغل عليها مستر كولر في الفتره اللي جايه عشان يقدر يجهز نفسه لمستويات او منافسات على سكيل اعلى شويه داخل على كاس عالم ومن بعده دوري ابطال معاك في فرق محترمه؟ يعني احنا بنذاكر بقى لنا فتره الهلال وسان داونز، واضح انه الفرقتين دول مش هيكونوا فرق سهله على الاطلاق. لا، بيدعموا نفسهم جداً بشكل جداً. كويس. الهلال شغال كويس جدا وسان داونز شغال كويس وعارفين جدا، وعارفين قوه النادي الاهلي وسمعتنا وبطولاتنا اللي خدناها على المستوى الافريقي. هي المجموعه الافريقي. الاصعب، هي مجموعه طبعاً. الاهلي هي المجموعه الاصعب بالزبط. في الشامبيونز ليج. اول حاجه لازم نشتغل عليها ايجاد دوافع جديده بالنسبه للعيب من خلال اشتراكنا في كاس العالم للانديه. الدوافع اللي هي ايه؟ ان باذن الله لازم نوصل لمحطه ريال مدريد. أيوة. ودي هتبقى محطه يعني حاجه، اللعيبه بتاعتنا كلها هتلعب قدام احسن لعيبه في العالم. مظبوط. فدي دوافع جديده لازم تتحط قدام اللعيبه واشتغلوا عليها بشكل كويس. أيوة. نمره اتنين زي ما قلت لك، حته رتم اللعب، الرتم اللعب السريع من ناحيه التصرف والحركه والالتحامات، كور مشتركه، يعني كل الكلام ده احنا هنشوفه من اول ماتش قدام اوكلاند سيتي. اتمنى ان نركز عليه وخلق دوافع جديده، ازاي ندي اللعيبه ونخليهم يفكروا ازاي لما يوصلوا لماتش ريال مدريد ويلعبوا قدام ريال مدريد، دي هتبقى حاجه طبعا كل العالم هيتفرج عليهم، فده دافع كبير جدا 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 يخلي اللعيبه تبذل قد اللي هم بيبذلوه خمس ست مرات. يمكن خالد عبد الفتاح مستر كولر راهن عليه امبارح بشكل اساسي في انا كلامك على صفقات الاهلي الجديده اللي عملها في موسم الانتقالات الشتوي. خالد عبد الفتاح الراجل راهن عليه، وكان الحقيقه قد الرهان وقدم مباراه كويسه جدا. لكن عايز اسمع تقييمك لمروان عطيه، خد جزء في مباراه سموحه، خد جزء في مباراه امبارح، شايفه ازاي؟ وشايف ازاي فرصه في خط نص النادي الاهلي المدجج بالنجوم، سواء طبعا ديانج، حمدي، السوليه، ومعاهم فخري الحقيقه كمان خامه يعني مستقبل تقدر تراهن عليه. لعيب كويس وهيبقى له دور. يعني دايما النادي الاهلي كل واحد هياخد وقته، كل واحد هياخد وقته حسب الظروف اللي بتمر بيها الفرقه، من ناحيه بقى ايقافات، اصابات. فانت كل لما بتكسب لعيب كويس ويبقى عندك في المكان الواحد اتنين تلاته لعيبه، دي بتدي حريه للمدير الفني ان هو يقدر يختار الانسب ماتش حسب مواصفات المنافس اللي انت هتلعب قدامه. مروان من اللعيبه الكويسه
شكله امبارح مطمئن. انا امبارح اول مره اركز معاه، لان يمكن قبل كده انا ما يعني ماتشات الاتحاد ما كنتش بتفرج عليها بشكل كبير، انما امبارح لا، لعيب عنده ثقه، ودايما اللعيب اللي ما بيخافش دي حاجه كويسه جدا، تقدر تبني على الحته دي، تبني عليها حاجات كتيره جدا. ودايما لعيبه النادي الاهلي اللي بتلبس الفانيلا زي ما قلت لك، الفانيلا بتديهم تقل من 40 ل 50%، تقل وثقه وخبره وكل حاجه. الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما عارفين يعني ايه فانيلة النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. فكره التدوير قايمه، يعني لما اجي اروح مثلا لماتش البنك الاهلي، اعتقد انه حضرتك قلت من شويه انه اللي كسبت بيه العب بيه، كان فكره بعد كده انك تقريبا بقى عندك في كل الخطوط وفره عدديه كبيره جدا بعد ما يعني وصل الفريق لمستوى كويس على المستوى الفردي على المستوى الجماعي مع مستر كولر. فكرة التدوير قايمة خصوصا في بطولات كبيرة زي بطولة كاس عالم وبطولة تشامبيونز ليج، ولا الافضل فكرة ان انا اثبت ال 11 او ادور مع الفريق في 15 16 اسم بالكتير؟ لا، فكرة التدوير قايمة لو في الفرق ما بين الماتشات اللي انت هتلعبها 3 ايام. ممكن من 2 3 لعيبة اعمل عملية تدوير بحيث ان ما يبقاش في اجهاد او ارهاق، ولكن لو عندك الوقت لا، يبقى هنا التدوير، يبقى الثبات على اللعيبه اللي بتلعب اللي ماشيه كويس وبتعمل نتائج كويسه، يبقى هو ده الاحسن. ولكن لما يكون عندك لعيبه كتير وكلهم وصلوا لمستوى كويس، مهم جدا ان انت دايما تحافظ على مستواهم الذهني والبدني والخططي والتكتيكي، سواء اللي بيلعب من خلال مباريات ودية، من خلال مباريات رسمية، أو حتى اللي ما بيشتركش، لازم كل أسبوع تعمل له ماتش ودي بحيث إن الناس كلها تكون بتلعب ورجليها في الماتشات، تكتسب لياقة الماتشات، محدش ينام منك من خلال الوقت. يعني لما بنيجي نتكلم على مثلا الجبهات، علي معلول حقيقة يمكن، أو جبهة علي معلول طول عمره هو بالأرقام واحد من أفضل صناع اللعب وواحد من أفضل صناع الأهداف للنادي الأهلي. يمكن في الفترة الأخيرة اتطور الجانب الهجومي في الناحية اليمين بشكل، يعني حسين الشحات ومحمد هاني تقدر تقول ان هم بقوا عاملين جبهة في منتهى القوة. شايف ازاي ده، وخصوصا كمان ان هم جايين بعد جبهة كانت برضو على مستوى الفعالية قوية جدا، يعني كان أكرم وكريم فؤاد قبل منهم جبهة نارية. تطور جبهات النادي الأهلي والكلام اللي كان كتير جدا عن احتياج الأهلي لتدعيم في ناحية اليمين وناحية الشمال، بتشوفه ازاي؟ وهل مازال الفكرة قائمة من وجهة نظر كابتن خالد، ولا يكتفي الأهلي بصفقة الهجومية أو المحترف الأجنبي اللي هو رأس الحربة فقط لا غير؟ أنا شايف من ناحية الأجنب، لا، عندنا أجنب دلوقتي الحمد لله يعني ماشية بشكل كويس. ويمكن الأول كنا بنقول دايما النادي الأهلي الملعب بيبقى مائل ناحية الشمال وإحنا بنهاجم، يعني على أساس أن علي معلول هو اللي بيقوم بالجنب بالواجب الهجومي بشكل كويس. أنت دلوقتي الحال اتغير، أنت عندك جنب يمين شغال بشكل كويس جدا جدا جدا، سواء كان اكرم وكريم او هاني وشحات دلوقتي بالظبط، اي حد بيلعب في المكان ده. حتى بيرسي تاو لما لعب برضو كراس حربه كان، يعني هو طبعا لما رجع من الاصابه راجل وظفه كراس حربه. أيوة. صريح فيعني أيوة. حتى بيرسي تاو اللي كان عليه كلام او اللي الناس كانت منتظره منه برضو لما شارك لفتره كان ادى بشكل كويس جدا. فانت طبعا يعني حاجه ميزه كويسه جدا يكون عندك جبهتين بتشتغل عليهم، سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، لان الكلام ده بيعمل خلخله لاي خط دفاع بيلعب قدامك. انت لما بتشتغل من ناحيه اليمين وبعدين بتغير اللعب من ناحيه الشمال وتبتدي تهاجم من هنا، انت بتعمل خلخله وتحرك لخط الدفاع الفريق المنافس، بيوجد ثغرات زي الثغرات اللي شفناها امبارح في ماتش صحيح الزمان. يعني فكره انه الاهلي محتاج تدعيم اللي كانت بتتقال من فتره مش بعيده قوي، يعني فكره انه لا احنا محتاجين صفقات صفقات صفقات. الاهلي عمل 3 صفقات في موسم الانتقالات الشتوي، و3 صفقات ابتدينا بيهم السيزون. بعد ال3 صفقات اللي عملهم الاهلي كريستو وعطيه وعبد الفتاح، هل الكابتن خالد، واحط على جنب صفقه المهاجم، هل كابتن خالد شايف انه في مراكز في الاهلي ما زالت تحتاج لدعم، سواء في خط، انا مش عايز اقول برضو تالق خط الدفاع، لانه مع تالق خالد عبد الفتاح وربيعه وعوده متولي ومنعم وياسر ووجود مغربي وايمن ما زالوا لغايه دلوقتي على قوه الاهلي، والاثنين ايمن ما حدش ينكر ان هو يعني واحد من اعمده الاهلي الاساسيه في السنوات الاخيره، ومغربي على فكره انا شايفه واحد من اللعيبه اللي جايه يعني في المستقبل مبشر جدا.
فهل ما زال الاهلي في حاجه لدعم مراكز ثانيه في الملعب كابتن خالد، ولا هي الصفقه دي اذا تمت يبقى كده الاهلي عمل ميركاتو ناجح؟ لا احنا مش محتاجين صفقات غير في مركز راس الحرب. راس الحرب ومركز راس الحربه لاعب بمواصفات مختلفه شويه، يعني انا اتمنى نجيب حد افريقي قوي سريع يبقى محطه، لان انت عندك لعيبه كتير قوي من نص الملعب، لعيبه كوره كويسين بيجوا من تحت لقدام بشكل كويس جدا، بيعملوا خطوره، بيعرفوا يجيبوا جوان، محتاجين واحد قوي قدام يبقى محطه، يبقى سريع، بيشتغل جوه خط 18 بشكل كويس، الناس اللي جايه من تحت لقدام دي تقدر تسند عليه. انتوا جوه النادي الاهلي بالتاكيد طبعا بيبقى واصل لكم حاله القلق، حاله مش عايز اقول ضغط او توتر، بس في اوقات كتيره جدا جمهور، بحكم طبعا ان جمهور عاش للنادي الاهلي، في وقت من الاوقات ممكن يبقى مش راضي، في وقت من الاوقات ممكن يبقى شويه بيهاجم لعيبه، بيهاجم جهاز فني، او حتى بيهاجم اداره. بيبقى واصل ده وبيبقى ازاي؟ يعني اعتقد طبعا انه اداره الاهلي بتستوعب ده بشكل كبير، لكن التعامل بيتم ازاي، وخصوصا لما بنعدي المطبات الصغيره دي وبنوصل لفكره التتويج او الصداره او الى اخره؟ هو دايما جمهور النادي الاهلي عايز الافضل، بيطمح للافضل وطماع، يعني جمهور النادي الاهلي طماع. ما انا بقول دي عايز كل البطولات. واحده من اهم يعني مشاكل او ضريبه النجاح اللي بيدفعها النادي الاهلي، انه عاود جماهيره طول الوقت على ان هم بالظبط. ما عشان كده لازم اللعيبه تستحمل، والاجهزه الفنيه والاداريه تستحمل، مجلس الاداره لازم يستحمل، الناس كلها لازم تستحمل الكلام ده، بحيث نلبي رغبات جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو فعلا اللاعب رقم واحد دايما في احراز النادي الاهلي لكافه البطولات. أيوة. هو جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، فانت لازم تلبي له طلباته، وهو دايما بيبقى طماع، عايز يكسب كل الماتشات، عايز ياخد كل البطولات، ما عندوش سقف للطموح، وده متهيألي برضو بيبقى نفس مستوى فكر اللعيبه. يعني ما يبقاش عندك سقف للطموح، اي حاجه انت بتشترك فيها بيبقى عندك يقين انك ممكن تكسبها عشان تفرح جمهورك وتفرح طبعا مجلس ادارتك بقياده كابتن محمود الخطيب. اللعيبه اللي رهن عليهم كابتن خالد جد الله لصنع الفارق في قادم المواعيد زي ما بيقول، وخصوصا في التحديات الكبرى، يعني خليني اقول كاس العالم بس مبدئيا، يعني مين اللي قادر يصنع الفارق لفرقه الاهلي في الماتشات الجايه كابتن؟ خد بالك انا من الحاجات اللي مفرحاني ان فرقه النادي الاهلي بقى لعبها على جماعي. المستوى الجماعي اكتر من اللعب الفردي. متفق معاك جدا، فانا عشان كده مش هقدر اقول حد لا فرد. لا 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 يعني لا مش هقدر اقول لا في لأن بالتاكيد، يعني في بالتاكيد اسماء انت تقدر تراهن عليها وتقول الاسماء دي قادره انها تصنع الفارق في التحديات الكبيره. كل لعيبه الاهلي بالتاكيد، انا شايف كل الفرقه بقت نجوم صراحه، يعني صعب تقول حد ممكن يبقى بره السكواد النهارده، لكن في النهايه انت بالتاكيد على سكيل كاس عالم شايف في كباتن فرقه في اوضه اللبس وفي التدريبات وحاله الشحن قبل الماتشات، طبعا في ناس جوه الملعب ممكن في الماتشات الكبيره في لقطه في لمسه في تخلص حاجة، مين اللي طرحنا عليهم كابتن خالد؟ لا يعني الدور ككابتن تيم والناس اللعيبة القديمة اللي عندها خبرة طبعا، ان هي بتلم اللعيبة وبتتكلم وبتحط الأهداف وبتحط الدوافع والطموح بتبرزه بالنسبة للعيبة، ده مثلا زي محمد الشناوي، زي علي، مع الناس القديمة كلها. ولكن من ناحية بقى المستويات الفردية والناس اللي هتعمل فارق، يبقى هنتطرق للمهاجمين، يعني كهربا، محمد شريف، قفشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، علي معلول، كل الناس اللي ليها، وبرونو سافيو. وبرونو سافيو طبعا، ولكن انا دايما ولادنا انا اللي بفتكرهم يعني في الاول، ولكن طبعا يعني كل دول هيكون ليهم رغم وجود عقبه الريال في الطريق. هل الاهلي قادر يحقق انجاز اكتر من البرونزيه، او طموحات كابتن خالد شايف انه ممكن نروح لابعد من البرونزيه ان شاء الله في البطوله اللي جايه؟ لازم طموحاتنا ما تقفش لسقف معين زي ما قلت لك، ليه لا؟ ليه ما نكسبش ونوصل؟ ولكن الكلام ده مش هيجي غير بمزيد من التركيز ومزيد من الجهد ومزيد من الإرادة. إن شاء الله بإذن الله بإذن تكون الله. بطولة تاريخية للنادي الأهلي، والهدف مبدئياً عند الجماهير، أنا ما عنديش شك إنه هقول 90%، مش هقول 99، هقول 90% من جماهير النادي الأهلي بتحلم بس إنه هدفنا يكون الوصول لمواجهة الريال، لأنه مواجهة الريال في مباراة رسمية أعتقد إنها تكون ذكرى مهمة جداً لكل جماهير النادي الاهلي وعشاقه، ولما نبقى نوصل لمواجهه ريال مدريد يبقى لكل مقام مقال زي ما بيقول. نورت الدنيا كابتن خالد، بشكرك، مبروك ان شاء الله باذن الله، دايما اللي جاي يبقى احسن وافضل باذن الله. باذن الله بشكر نجمنا النهارده كابتن خالد جد الله، بشكركم كمان على متابعتنا، وبكره ان شاء الله نتقابل حلقه جديده والسادسه، تحياتي ليكم.